ينضم إلينا من موسكو الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية. أهلا بك دكتور محمود. المدافع الصامد 24 مناورة هي الأكبر منذ الحرب الباردة يطلقها الناتو، توقيت المكان وإضافة أيضا إلى الزمان، خاصة وأن هذه المناورات ستستمر إلى شهر مايو بحسب التقديرات الخارجة من الناتو. أول شيء سعد أوقاتك سيد الكريم والأخوة المشاهدين. طبعا أنا موافق أنه هي من أكبر مناورات لحلف الناتو منذ عام 1980، وبالإضافة أنه هذه المناورات تقوم على حدود روسيا في جمهوريات البلطيق وتدرس كيف يعني التجارب العسكرية كيف تحاصر مدينة كالينغراد الروسية وبعدها تقتحم الأراضي الروسية. يعني من الواضح أن هذه المناورات ليست دفاعية ولكن هجومية. هذه الرسالة أصبحت واضحة بالنسبة لروسيا أن حلف الناتو الآن في حالة تصعيد، بالإضافة أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تحكم حلف الناتو لا تريد بشكل من الأشكال أن تفقد هيمنتها على العالم، وخصوصا بعد ضم السويد البارحة موافقة البرلمان التركي، أصبح السويد على قاب قوسين من ضمها إلى حلف الناتو، وهذا ما يزيد الناتو قوة. يعني على سبيل المثال السويد هي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو الناتو أفضل من فنلندا بعدة مرات أو دول البلطيق، لأن بلد لديها قاعدة عسكرية بنية عسكرية تحتية قوية، لديها مصانع بحرية ومصانع طيران ومصانع دبابات. حتى أعطيك مثال صغير أن 60% من أسلحة هتلر وحرب العالمية الثانية كانت من السويد. لذلك هذا التصعيد الخطير توجه عن طريق حلف الناتو أنه مستعدين لمواجهة روسيا، وروسيا بنفس الوقت ستقوم أيضا بمناورات قريبة على الحدود الفنلندية. ستحصل هذا الكلام أعتقد دي بداية أو في منتصف الربيع. هذه المناوشات رسائل من عدة أطراف أن الأطراف مستعدة للمواجهة، ولكن أنا في رأيي روسيا تحاول بشكل أشكال أن تبتعد عن هذه المواجهة، وإذا اضطرت ستكون الحرب ليست مواجهة عسكرية بل ستكون مواجهة نووية، لأن روسيا لا تريد أن ولا تستطيع يعني فعليا أن تواجه كل قوات حلف الناتو. فبالنسبة وخصوصا بعد ضم السويد، يعني أنا في رأيي أن روسيا إذا حلف الناتو بدأ في الهجوم عليها ستضطر لاستخدام الأسلحة النووية حسب العقيدة النووية الروسية الموجودة. إذا حصل أي شيء يهدد خطر وجود روسيا يمكن لروسيا أن تستخدم أسلحة نووية. لا أعلم لماذا هذه المناورات ولماذا حجمها، لأن روسيا عدة مرات قالت أنها لا ترغب بمواجهة حلف الناتو، ولكن الأمر أصبح واضح، الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق تهديداتها تريد أن تحافظ على هيمنتها على أوروبا بالذات وعلى دول العالم كلها، وتعلم أن روسيا حصل أي نوع من أنواع السلام في أوروبا بين روسيا وأوروبا يمكن يعني تدريجيا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تفقد هيمنتها في هذه المنطقة. لذلك هي رسائل واضحة ليس من حلف الناتو ولكن أنا برأيي من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا رقم كبير ورقم هائل بعدد الجنود وعدد المعدات والفترة الزمنية، يعني هذا كله يذكرنا أن الآن لسنا في حرب باردة ولكن في حرب فاترة نوعا ما على فكرة، يعني بدأت تسخن شيئا فشيئا. هذا أمر خطير جدا. يعني هذا التصعيد أنا برأي القرار كان هو الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا مرغوب على أمرها في هذا الأمر نعلم جيدا، وبعض وكل قوات حلف الناتو. لنرى ماذا سيحصل في الرد الروسي. الرد الروسي سيكون قريبا عندما تبدأ هذه المناورات، سيكون رد رسمي من قبل وزارة الدفاع الروسية. ماذا سترد؟ أنا أعتقد أنها ستقوم بمناورات مضادة على نفس المنطقة، ولكن يعني الأمر الخطير فيها أن دراسة أو هذه المناورة تدرس كيف الهجوم على روسيا. يعني إذا قرأنا فعليا ما هي برنامج المناورة، وحاصرت مدينة كالينغراد الروسية والسيطرة على الممرات المائية في البحر البلطيق، بالإضافة إلى الممرات المسموحة، لأن نعرف أن كالينغراد هي خارج حدود روسيا يجب أن تعبر دول البلطيق. يعني هذا أمر خطير جدا يشكل خطر. يعني هاي مهاجمة روسيا وليست كما يقولون أن حلف الناتو حلف دفاعي. لذلك ما دفع البعض للحديث بأن هذه المناورات هي رسالة ردع لروسيا، هل برأيك تشكل راضعا هذه المناورات أم أن روسيا ستستمر فيما تقوم به سواء بتحقيق نجاحات والاستمرار في حربها على أوكرانيا أو حتى حماية حدودها مع أعضاء الحلف؟ يعني طبعا ليست ردع، هي رسالة تهديد. أنا في رأيي هي ليست ردع لكن تهديد، لأنه
فعليا يعني اذا راينا الهستيريا ان من حلف الناتو، خصوصا يعني عندما يقول الرئيس قائد حلف الناتو في اوروبا الجنرال براون قعدوا يضعون الان جدول زمني لمواجهه روسيا، سيقول سيكون مواجهه بعد 3 سنوات 5 سنوات، بالاضافه الى التصريحات الهستيريه من طرف حتى وزير الخارجيه البريطاني عندما يقول اوكرانيا اذا دخلت حلف الناتو لن تستطيع روسيا ان تحاربها، ولكن اذا بوتين انتصر في اوكرانيا سيبدا بهجوم على حلف الناتو. هذه يعني اذا قراناها امر واقعي لا تستطيع ان تفسر، نحن بحاجه الى اطباء نفسيين لتفسير ما قاله وزير الخارجيه البريطانيه. انا في رايي هناك رساله توجهها فقط الولايات المتحده الامريكيه، ليست رساله ربح بل رساله تهديد، لان روسيا مستمره في عملها العسكريه لن توقفها، قامت مناورات ولم تحضر مناورات، وروسيا عده مرات قالت نحن نحارب في اوكرانيا حتى لا تبدا الحرب العالميه الثالثه، لانه تصور لو كان لم تقم روسيا بالحرب على اوكرانيا لكانت ادخلت اوكرانيا حلف الناتو، واوكرانيا تريد استرجاع القرن لبدات باوكرانيا بسبب اوكرانيا بسبب جزيره القرن لبدات الحرب العالميه الثالثه وهي حرب نوويه، لذلك روسيا قالت نحن في اوكرانيا لعدم حصول حرب العالميه الثالثه من العالميه الثالثه، يعني هذا المفروض بما الناتو يجب ان يكون هناك ليس رساله ربح ولكن دفع اوكرانيا على المفاوضات حتى يكون هناك سلام في اوروبا، ولكن للاسف الشديد هي انا في كما قلت لك سيدي الكريم هي ليست ردع لان روسيا مستمره، هي رساله تهديد نعم. كالعاده الولايات المتحده الامريكيه تحاول لكن سؤال دكتور بضل. لماذا لم يتم عمل هذه المناورات منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا؟ لماذا تتم الآن بعد كل هذه الأشهر بل وصلنا إلى 2 عامين على الحرب الروسية الأوكرانية؟ لماذا تتم في هذا التوقيت تحديدا؟ هو كان في مناورة ولكن ليس بهذا الحجم الكبير. ليس بهذا الحجم. نعلم جيدا أن هناك يعني روتين وبيروقراطية في حلف الناتو لتجميع القوات وتجميع المعدات العسكرية والطائرات وتجهيز البنية التحتية في منطقة البلطيق. هذا امر يحاج الى وقت، يعني نعلم بيروقراطيه الناتو هي انت حلف من 50 دوله على سبيل المثال، كم دوله في حلف الناتو؟ هذه الدوله ستشارك كلها في المناورات العسكريه، لذلك انا في رايي المشكله كانت في هذا التوقيت هي مشكله لوجستيه فقط لتجميع اكبر عدد القوات، تجميع عدد القوات المعدات العسكريه للاقامه لاقامه هذا الحفل الكبير في رايي لما يسمى تهديد روسيا، يعني هم يجهزون لهذا المناورة منذ حوالي 1.5 سنة ولكن نعلم جيدا يعني تجميع قوات الناتو في مكان واحد وخصوصا أن هناك دول تملك ولا تملك والطرق وما هو عليه وتجميع الأسلحة هذا بحاجة إلى وقت وبيروقراطية الناتو معروفة في الوقت الزمني، يعني لذلك أنا في رأيي هذا من عيب من عيوب الناتو أنهم لا يعني المفروض أن تقوم هذه المناورة من حوالي 1 سنة أو قبل، ولكن كما يقولون المشاكل اللوجستية، يعني تصور لبدأت حرب في هذه المنطقة يعني كيف ستعود هذه القوات خلال 4 أو 5 أشهر؟ هذا النوع من انواع نقطة الضعف بالنسبة لحلف الناتو، ولكن الزمن ليس له أي علاقة سياسيا، المشكلة هي لوجستية. السؤال دكتور محمود الآن إذا كان حلف الناتو قادر على عمل مناورات بهذا الحجم الكبير بمشاركة أعداد كبيرة من الطائرات والمروحيات وأيضا المدفعية وغيرها من الآليات العسكرية الأخرى في هذه المناورات، في حين أنه قلل الدعم الغربي لكييف، كيف يمكن ربط هذا الأمر بذاك؟ بالإضافة إلى البحرية، هناك أيضا مناورات بحرية أكيد هذا إضافي أكثر. طبعا هو ليس له أي علاقة فيما يسمى تقرير دعم كييف. تقرير دعم كييف له عدة أسباب. أول شيء فشل أوكرانيا في العملية المضادة وعدم وجود خطة واضحة، يعني حلف الناتو عايز أن يكون خطة واضحة لماذا هذه الأسلحة، يعني لماذا هذا الصرف؟ يجب أن خطة واضحة. وبالإضافة أن حلف الناتو خلال نعلم جيدا أنها كانت هي حرب استنزاف بين حلف الناتو وروسيا على الأراضي الأوكرانية، بالفعل حلف الناتو استنزف من الذخيرة بشكل كبير جدا، لذلك كانت ضغوط على تركيا لدخول السويد في حلف الناتو. لا تستطيع البنية التحتية العسكرية أن ترضي رغبة أوكرانيا، هذا أمر مهم جدا في العملية العسكرية. على سبيل المثال الجنرال زالوجني قال نحن بحاجه الى 17 مليون قذيفه، يعني حتى الان مليون قذيفه التي وعدت فيها الحلف الناتو وعد فيها اوكرانيا منذ بدايه العمليه المعاكسه حتى الان لم نصل الى اوكرانيا حتى 600,000 قذيفه، هناك حرب استنزاف ادت فعليا الى تضعيف القدرات، هم يريدون ان يساعدوه ولكن ليس لديهم شيء من يساعدوه، لم يبقى لديهم غير الطائرات، حتى الطائرات
لا يستطيع ان يقدموا، هذا امر مهم جدا، لانه اول شيء هو خطر على المواجهه المباشره، بالاضافه ان الطائرات هو ثمن باهظ جدا، يعني اسقطت لا تستطيع الولايات المتحده الامريكيه حلف الناتو ان يزود بعدد هائل من الطائرات، لذلك القدره العسكريه حلف الناتو هي في حال الان ليس لها بعد الاستنزاف الذي دام حوالي سنه، خلينا نكون واقعيين اكثر من سنه بدات حرب الاستنزاف بين الطرفين، انا في رايي حرب الاستنزاف روسيا بالعكس زاد انتاجها العسكري، بينما الان انتاج اوكرانيا العسكري دمر بشكل كامل، والاوكرانيا اصبحت عالي كل الاسلحه كل انواع حتى الذخيره حتى الالبسه العسكريه الان اوكرانيا تاخذها من حلف الناتو، لذلك تلبيه رغبه الجيش الاوكراني ليس بقدره الناتو، لذلك هذا التخفيف، يعني دعنا لا ننسى بالاعلام كما يقولون ان هناك خلافات في الكونغرس الامريكي وما هو عليه، ليس هناك اي خلافات في الكونغرس الامريكي رايح، ولكن كيف سيقول لاوكرانيا نحن لا نستطيع ان نزودكم باسلحه، يجب عن طريق ما يسمى الكونغرس الامريكي بما يسمى هذه الحروب الداخليه ان الجمهوريين ضد، ولكن في بدايه الحرب الاستنزاف كان الجمهوريين والديمقراطيين بصوت واحد يريد ان نزود اوكرانيا، ما حصل، لن يحصل شيء، لن يغير بايدن، ترامب حتى الان خارج السلطه، لذلك انا في رايي حلف الناتو استنزف قدراته بالحروب التقليديه، هذا امر مهم جدا. لا يستطيع تزويد اوكرانيا بهذه الكميات التي تريدها. وبالاضافه ان هناك حاله ياس من فشل العمليه المعاكسه التي عولت عليها كثيرا. والفاتوره بالنسبه للغرب كانت باهظه من الدعم المقدم الى كييف، وكما تحدث الدكتور انه لم يكن هناك الاهداف التي يرجوها الغرب من اوكرانيا ان تحققها في هذه الحرب. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الافندي الباحث في الشؤون الروسيه، شكرا جزيلا لك.